المتوقع بإذن الله تعالى بدءا من فجر الغد السبت إن شاء الله أن توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي، وأيضا ارتفاع نسبة الرطوبة، متوقع أن تصل الرطوبة في مدينة الرياض العاصمة من 70% إلى 95%، مع حبة براد يبدأ تنخفض الحرارة تدريجيا ليصل أقوى انخفاض في منذ دخول فصل الخريف، وسوف تلاحظونه في بعد منتصف الأسبوع، يعني متوقع إن شاء الله بدءا من الثلاثاء والأربعاء والخميس أتوقع أن الكثير وخاصة أهل الفجر من يصلي الفجر مع الجماعة، وكلكم إن شاء الله حريصين على الصلاة الفجر مع الجماعة، سوف يلبسون المعاطف، أعني بذلك منطقة الرياض ومنطقة القصيم، وطبعا الشمالية لهم فترة يلبسون المعاطف، وهي تعتبر أقوى موجة وإن كانت تعتبر خفيفة معاطف فجرا في عند ذهابهم إلى المدارس. المتوقع الحالة الممطرة إن شاء الله متوقع استمرارها على منطقة الحائل، منطقة الحائل أصبحت نالت نصيب الأسد في الأمطار لهذا العام، ومناطق الربيع أبشركم من تقريبا زبة إلى تقريبا رفحة، كل هذه ولله الحمد وسمت أكثر من مرة، يبقى البركة من الله سبحانه وتعالى. احتمال الزلفي، احتمال الزلفي يجيها أمطار يمكن فجر الأحد إن شاء الله، واحتمال يمتد حتى المجمعة، واحتمال يمتد حتى شقراء وشيقر، والعلم عند الله، وإن كان كلما اتجهنا شمالا أفضل، مع بقاء الأمطار على منطقة القصيم إن شاء الله، والحائر والجوف خاصة شرقها العنيزة إن شاء الله، وأيضا على الكويت، وأيضا على الشمال الشرقية وأجزاء من المدينة ومكة والباحة وعسير إن شاء الله فيما بعد إن شاء الله. وبر الوالدين والبعد عن الحسد حتى طاعة لله، وحتى الله يحقق الله أمانينا، وما لا شك فيه أن الأمطار من أمانينا، لأن البلاد والعباد في أمس الحاجة إلى المطر. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه العلى وصفاته أن يغيثنا ويغيث المسلمين، يغيث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالأمطار. هذا والله أعلم، صلى الله على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، صلوا على